هذا سائل يقول: نحن والقبوريون في سجال، كل يبني ما هو عليه من الحق. ها؟ يقول: نحن والقبوريون في سجال، كل يبين ما هو عليه من الحق. ما عند القبوريين حق يا أخي، القبوريين ما عندهم حق. الحق عند من أخلص العبادة لله عز وجل وعمل بالكتاب والسنة، هذا الذي على الحق. أما من عبد غير الله وخالف الكتاب والسنة، هذا ما معه حق، هذا معه باطل. نعم.